الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا في البداية أرحب بكم جميعا بهذه المناسبة التاريخية للصعود ديال مولية وجدة إلى القسم الأول، وكذلك الإخوان ديالهم ديال الحسن اللازاري اللي طلعت حتى هي القسم الأول ديال الهواة. أولا كنشكر الإخوان كاملين الحاضرين كلهم بدون استثناء. هذه المناسبة بغيت نقول واحد الكلمة من القلب ديالي، ما نقولش الكلمة هذه نقولها تلقائيا. أولا كنهني شخصيا الفريق ديال مولية الوجدية على الصعود ديالو. منذ سنين هو في الكويت، في 7 سنين وقت مشيت هو في القسم الوطني الثاني، ولكن بفضل تضافر الجهود كنشكر بهذه المناسبة السيد الرئيس، وكنشكر المكتب الموسيقي، كنشكر الجمهور كاملين، اللاعبين كاملين، كنشكر المدرب، كنشكر الجمهور العريق ديال مدينة وجدة اللي ساندهم طولة هاد السنين الأخيرة. وبهذه المناسبة كذلك كنشكر الناس اللي دعموا الفريق، الجماعة البلدية ديال مدينة وجدة والجهة اللي دعموا الفريق، المجلس الإقليمي وجميع الفعاليات كلها ما نذكرش الاسماء ديالهم اللي دعموا الفريق، وخاصة الفاعلين الاقتصاديين ديال مدينة وجدة والغيورين على هذا الفريق العميق. فالحمد لله مدينة وجدة مدينة عريقة، مدينة شامخة، مدينة اللي عطاها سيدنا الله ينصره واحد العناية خاصة اللي جعلت أن التأهيل اللي عطاها سيدنا الله ينصره منذ 2003 أصبح التأهيل في مستوى ديال المدن الكبرى ديال المملكة. كنا معطشين كاملين باش المولودية تطلع من القسم الأول، ورغم الإكراهات ورغم المشاكل اللي عانوا منها، تعرفوا مدينة وجدة كانوا الناس كيتنقلوا تقريبا 2000 كيلومتر بعض المرات في الأسبوع، والذهب كانوا داروه تقريبا كله خارج مدينة وجدة، داروه بركان. ورغم هادشي كله ورغم الصعوبات ديال التنقل ورغم الصعوبات اللي دازوا منها ورغم بعض الإكراهات، الحمد لله تدافر الجهود ومبادرة ديال كل الإخوان كاملين من بعيد أو قريب اللي دعموا الفريق، اللي ساندوا الفريق، واللي هاد الأطول الشابة والطموحة ديال الفريق اللي كنشكرهم مرة أخرى، اللي إيزون سيو لو مايو لانتري ديال البلاد ولانتري ديال تاع وجدة، لأن المديرة ديال وجدة عند الساكنة عند الوجديات وعند الوجديين كاملين في القلب ديالهم، لأنهم ناس اللي عندهم كيعرفوا الأمجاد ديال تاع مدينة وجدة. مدينة وجدة عندها ألقاب، مدينة وجدة حقات ثلاثة ديال الكؤوس، كؤوس العرش أربعة، وهذا الربعة ديال الكؤوس كذلك دعمات الفريق الوطني بواحد النجوم كبيرة اللي عطات الفريق الوطني، عطاته المزيد والمزيد وعطاته الكثير، وراء الأسماء ديالهم شرح. الحمد لله هادشي كله زيادة على السياسة اللي خدمناها جميع بفضل العناية ديال سيدنا الله يجرو، عطينا البنية التحتية والسياسة ديال القرب، عطينا واحد الدفعة قوية اللي أصبحت الحمد لله في كل حي كاين ملاعب رياضية، كاين ملاعب ديال القرب، كاين واحد عدد ديال التجهيزات اللي هذه تساعد الفرق ديال الحياة. بهذه المناسبة كذلك كنقول لكم أن عندنا مشروع كبير ديال التأهيل ديال ملعب الشرف، اللي هذه ولي ملاعب الكبرى ديال كرة القدم على غرار المركب ديال الأمير مولاي عبد الله ولا المركب واحد الخامس، راه حنايا مبرمجينو في الرؤية ديال 2020. بهذه المناسبة كنشكر كذلك الشباب ديال الحسنية ديال لازاري اللي كنحييهم وكنشكرهم كذلك بالصعود ديالهم، لأن كلهم ولاد وجدة وكلهم دراري ديال ولاد الحومة ولاد وجدة، عندهم مكانة ديالهم، تكون الكلمة ديالهم في المستقبل. هذه المناسبة كنتمنى كذلك الصعود أقرب الأجل إن شاء الله بالدعم ديال الجميع ديال النجم باش يلتقي باش يرجع حتى هو للقسم الوطني الثاني. فمرة أخرى كنهني جميع الإخوان على العرس اليوم، على هذه الحفلة اللي دايرين المناسبة ديال الصعود، لأن عطاو للساكنة كاملين كلها كانت فرحانة ذاك النهار، ذاك اليوم الحد كان يوم عرس في مدينة وجدة. فهذا الاسبوع غادي يكون كله اسبوع ديال الاحتفالات، كاين البلديه مجدة لكم
حفل العشاء كاين واحد السهرة كبيرة اللي نديرها بالمناسبة يوم الجمعة، وإن شاء الله غادي نفكروا ابتداء من اليوم في الويكاند إن شاء الله تكون السبت الأحد غادي نشوف مع السيد الرئيس باش نشوفوا الخطة ديال العمل ديال المستقبل باش تكون عندنا واحد الإدارة قوية وعندنا دعم كبير وعندنا لجنة ديال الدعم غادي نخلقوها إن شاء الله بمبادرة ديال جميع الفعاليات ديال المجتمع. كل مبادرة كبيرة وإن شاء الله ندخلوا في الكونسنتراسيون غابيدمون ونشوفوا يكون عندنا واحد ورقة الطريق واضحة، واللي كان مطلوب منا هو الدعم غادي يكون الدعم إن شاء الله أكثر وأكثر بكثير من اللي كان في السابق حتى نكونوا عندهم حسن للجمهور الوجدي والساكنة ديال مدينة وجدة، وهادي يوليو الحمد لله بالفضل ديال الرياضة اللي كاينة من الجهة الشرقية الحمد لله هادي يوليو عندنا جوج ديال الفروق كاين نهضة بركان في المكانية وكاين كذلك مدينة وجدة، والحمد لله نهضة بركان راح عندها واحد الرصيد قوي في قسم الكبار كتعرفوا راه وصلت حتى لكأس العرش والعماس كذلك في مع كوب دافريك، فكنتمنوا لهم كذلك التوفيق والنجاح في المسار ديالهم. ما ننساش كذلك باش نشكر الأجهزة الأمنية اللي كانوا حاضرين كل حد وكل سبت في المقابلات، كنشكر بهذه المناسبة البريفي والعوان ديالو والسلطة المحلية والباشا والسلطات الإقليمية ولا بروتيكسيون سيفيل وجميع الإخوان اللي كانوا كيسهروا على الأمن في المقابلات. الحمد لله ما كانش عندنا شي إشكاليات كثيرة، ولكن حاولنا أنه المسائل الأمنية كنتمكنوا فيها وبفضل كذلك ديال الجمهور. اللي بغيت نقول كذلك واحد النقطة أساسية في المستقبل ديال المولودية، وهذه أساسية جدا النجاح ديالها، لأن الحمد لله وصلوا لواحد المستوى عالي الآن، ولكن خصنا الاستمرارية. باش تكون الاستمرارية خصنا مكتب يكون قوي وخصنا إدارة قوية، إذا كانت الإدارة قوية فكيكون الاحترام المتبادل مع جميع الإخوة، وما تفرطوش في العيبية ديال وجدة، ما تفرطوش في هذا الرصيد اللي طلع ليكيب، ما تفرطوش فيه، حتى هو رصيد اللي عطى هو اللي طلعوا الفريق، ونحاولوا يكون عندنا واحد الرصيد من هاد الإخوان اللي طلعوا الفريق. اللي بغيت نأكد عليه غادي نقول لكم بكل صراحة اللي عندي في القلب باش نقول لكم، حنا ما ندخلوش في التشويش، ما ندخلوش في هذا اليوم ديال الحفل، هذا ديال الحفل، ولكن بالمناسبة ديال الحفل أنا كنطلب من الرئيس ديال الفريق انهم يبتعدوا في القريب العاجل على بعض المشوشين وعلى بعض الاعداء ديال الفريق وعلى بعض الخصوم ديال الفريق والناس اللي اعتزازيين وكيقلبوا على المصالح الخاصه ديالهم وكيضربوا الفريق اللي كيضربوا الفريق من ناحيه الرياضه كاين تنافس اخر يكون واحد الفريق ولا واحد الرقم الانسان ما كيبغيش الفريق كيكون معروف ما كيكونش خصم كيكون منافس كيكون معروف، ولكن فاش كيكون معاك في الفريق وكيدير البلبله وكيدير الخطر الفريق وكيلعب وكيدير المايو ديال الفريق هو ضد الفريق، وعانوا منه اللعيبيه وعانوا منه لي زونترينور وعانوا منه الجمهور وكان كيدير المشعوذين كيديروا فيه منصه وكيسبوا اللعيبيه وكيمشيو يلعبوا في بركان وكيبقاو في منصه وكيسبوا اللعيبيه، هادو ما باغينهمش، بعثونا الثقه. هادو ما كاينش نقولوا الاسماء ديالهم راه معروفين، كنطلب السيد الرئيس والمكتب ان في اقرب العجل يسحبوا اللي ما نسحبوش يجوا افير الوالد، وغادي ندير ساعتين نقول الكلمه ديالي ولا غدوا عليا ديال كامل، لان هذا الفريق ديال وجدة كامل ديال الساكنه في مدينه وجدة وعطى الكثير والكثير والكثير، هذه جوج بعض العناصر اللي غادي يهدموا الفريق اللي كنطلب من الفريق. مرة أخرى كنحيي الإخوان كاملين الحاضرين، كنحييكم تحية خالصة، كنحيي الفريق مدينة وجدة على هذا اللقب اللي وصلوا ليه، وكنتمنى اليوم ان شاء الله يفرحوا مدينة وجدة والجمهور الوجدي اللي تفكروهم في لي زونسيان جمهور اللي راهم حاضرين معنا
كنشكرهم كذلك بهذه المناسبه اللي حاضرين معنا لي زونشين جور دائما كيتبعوهم ودائما حتى هما اللي عندهم القلب في مدينه وجده اللي لعبوا حتى هما عطاو الدور كثير. كنحييهم بهذه المناسبه وكنتمنى لكم انكم تصدقوا عليهم لانهم حملوا القميص حملوا القميص ديال مدينه وجده. وهذه المناسبه كنشكر كذلك نزاري حسني نزاري الطلوع ديالها وان شاء الله تبقى لها التوفيق. الاتحاد الاسلامي الوجدي نتمنى له كذلك النجاح والتوفيق لانه عنده مكانه وعنده تاريخ كما عند وجده تاريخ وجده العميقه كاين ليزبو العميقه وكاين وجده العميقه وكثروا كل ما كاين الفرق الاخرى ديال الحياه. هذه الرياضه كلها الحمد لله اللي كتعطي واحد القوه وكتعطي واحد النفس وكتعطي واحد الحيويه لمدينه وجده. الفرق الاخرى كلها ما نساو حتى شي حد راه ما مشى الفرقه الطينه انا تفضل. ولكن مره اخرى فيف لي مسيون